وجد الكثير من الناس أنفسهم حاليا محاطين بنظريات المؤامرة من كل جانب ومن كل ناحية. وعلى الرغم من أن هذه النظريات تعتبر شيئا مضحكا وممتعا للقارئ، إلا أن بعض الأشخاص اتخذوا هذه المؤامرات أو هذه النظريات على محمل الجد، مصرحين بأنهم يرون شرا قابعا تحت كل شيء في هذه الحياة. ومن بين هذه المؤامرات أو هذه النظريات تلك التي تتعلق بلقاح كوفيد-19 بناء على ادعاءات أن هذا اللقاح قد أطلق على استعجال، أو أن هذا اللقاح يضم أو يحتوي على مواد ضارة بالجسم، أو حتى أنه قد يعيد تشكيل شفرتك الوراثية. ولا تزال هذه النظريات قائمة بالرغم من أن بعض الخبراء أو بالرغم من أن جميع الخبراء دحضوا هذه النظرية وأثبتوا أن اللقاح صالح لجسم الإنسان. ويعتقد الكثير من الناس بأن هذا الفيروس ليس إلا مجرد خدعة أطلقت من بعض الجهات، في حين أن البعض الآخر يؤمن بأن هذا الفيروس قد نتج عن شبكات توزيع الانترنت من الجيل الخامس، أو أبراج توزيع الانترنت من الجيل الخامس أو 5G. ولقد نتج التصديق بهذه المؤامرات أو بهذه النظريات أضرار وخيمة على العالم، حيث قام الكثير من الناس بإضرام النيران عمدا في هذه الأبراج، بل حتى أن الناس قاموا بالاعتداء على العاملين في هذه الشبكات أو في هذه الشركات، اعتقادا منهم بأنهم السبب وراء ظهور هذا الفيروس. وهناك الكثير من نظريات المؤامرة الأكثر خيالية من تلك السابقة التي ذكرناها فيما سبق، حيث يدعي البعض بأن مسارات التكاتف التي تتولد خلف الطائرة هي مسارات كيميائية ترش علينا عمدا لإلحاق الضرر بنا لسبب ما. وقد أدى هذا الأمر بأولئك الذين يصدقون بهذه المؤامرة أو بهذه النظرية بالاعتقاد أن حتى الطائرات العادية هي من ترشهم بمواد كيماوية مضرة بالإنسان. وتشرح عالمة الأعصاب شانون أوديل ذلك إذ تقول: إن دماغ الإنسان مصمم بطريقة تجعله يجد نمطاً لكل شيء لكي ينجو، إذ أن إيجاد الأنماط من الممكن أن ينقذ حياتك. ولقد أصبحت معالجة الأنماط أكثر تعقيداً مع توسع القشرة الدماغية، ولا سيما قشرة الفص الجبهي والمناطق التي تساهم في معالجة الصوت. ومع ذلك فيمكن لآلية النجاة هذه أن تخرج عن السيطرة، إذ تبين أوديل حيث تقول: مع تطورنا كبشر أصبح الدماغ بارعا جدا في إيجاد الأنماط، لدرجة أنه في بعض الأحيان قد يجد نمطا بين بيانات غير مترابطة على الإطلاق. وتستمر أوديل في دراسة سبب ميل بعض الأشخاص إلى التصديق بهذه النظريات أكثر من غيرهم، قائلة: إن أدمغة الأشخاص الذين يؤمنون بنظريات المؤامرة تكون أكثر ميلاً لإدراك أنماط خيالية، حيث تستطيع أدمغتهم إيجاد روابط مشتركة بين أشياء تنعدم بينها الروابط المشتركة. وقد يكون السبب هو هرمون الدوبامين، إذ توضح أوديل قائلة: يميل الأشخاص الذين يمتلكون معدلات أعلى من هرمون الدوبامين إلى تصديق واحدة أو أكثر من نظريات المؤامرة، وبعد أن تترسخ هذه المعتقدات في دماغ الشخص سيدعمها ويقويها الانحياز التأكيدي للفرد. إن حالات الخوف والشك التي نعيشها بشكل يومي في هذه الحياة قد تكون سبباً آخر وراء جرنا لثقب نظريات المؤامرة. وأشارت أوديل: إن الشعور بانعدام القوة قد يجبر شخصاً على إيجاد نظام في وسط الفوضى،
مما يعني غالبا إيجاد أنماط حيث ينعدم وجودها. ومع ذلك يوجد أمل لمن يستخدم المؤامرات كوسيلة لمواجهة الواقع، حيث وجدت أوديل بأن تمكين الناس من خلال تشجيعهم على اتخاذ إجراءات في حياتهم الشخصية قد يقلل من مشاعر العجز لديهم، وبالتالي يقلل من تصديقهم لنظريات المؤامرة. إذن في نظركم أنتم، لماذا يميل بعض الناس أو جل الناس لتصديق تواجد نظريات المؤامرة وبأن هناك شيء ما يحاك ضدهم؟ انتظروا الإجابات في جانب التعليقات، ودمتم على محبة.